عودة واستئناف النشاط في معمل الحل، فكان من الأخبار السارة اللي كنا حكينا فيها ومن مدة قصيرة، ما عندهاش برشا معناها العودة هذه، ولكن يبدو أنه إشكاليات كبيرة مازلت متواصلة، وفما حتى دعوات للتوقف عن العمل. شنو اللي صاير بالضبط في معمل الحلفة، وهل فعلا باش يتوقف الإنتاج وإلا لا؟ الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق سي مجاهد بوغديري، صباح الفل سيدي، مرحبا بك. صحيح. أهلا وسهلا سي مجاهد، شنو اللي صار بالضبط؟ كنت دخلت معايا من تقريبا شهر وكنا زفينا هالبشرة متاع عودة الإنتاج ومعناها النسق اللي قاعد بشوي بشوي يزيد، ولكن نلقاو الأخبار اليوم تقول أنه الإنتاج مهدد، معناه شنو اللي صاير؟ هو طبعا ما تمش دعوات تاع التوقف الانتاج، ما تمش منها جمله واحده. اي انا كلمة دعوات معناها جماعه دعوات، معناها شكون اللي يدعو؟ معناها حسب بيان ربما الملاحظه معناها تعديلها، خاطر احنا اولا حتى المواد الاوليه اي من عجين الخشب اللي احنا نصنع بها الورق هذيك هي تنتهي في ظرف اسبوع تقريبا. يعني المشكل ما حتى دعوة، يعني ما فماش اضطرابات من داخل والا ما معناها مشاكل داخليه في الشركه؟ لا ما فماش مشاكل داخليه، مستحيل. لا بالعكس، انا ثم حتى اشتريه فهمت تبقى المواد الاوليه باش تشوف الدنك لازمنا نستورد المواد الاوليه، نوفر اولا الاعتمادات خاطر ما عندناش اعتمادات. اي معمل متوقف عنده اكثر من 3 سنين وطبيعه الحال معناها الدوله هي الدعم فيها. يعني باش نفهموا الموضوع، اولا ما فماش اشكاليات داخليه والا مشاكل معناها كذا، ما فماش لا دعوات نتاع توقف على العمل وكذا، ولكن لا الاشكال هو في الماده الاوليه اللي مش موجوده. والمواد الاوليه وتقول التمويلات، خاطر زين التمويلات نشرب بها المواد الاوليه ونعملوا صيانه نتاع بعض المعدات، خاطر احنا ديجا الشهر اللي نصنعوا فيه ديجا في بعض الاحيان توقفوا مثلا نهار نهار باش نصلحوا مثلا، يعني الماكينات عمرها 30 40 سنه راهو معجزه، يعني المعمل رجع بعد 4 سنين معجزه، لانه ماكينات عمرها اسمها ماكينات عمرها 40 سنه و 50 سنه وتخدم الى حد الان، نعتبرها معجزه، ورغم اني ما عنديش امكانيات، ما عنديش تمويلات ونجمنا باش نصلحها بالمهندسين تاعنا اللي طلعت تاعنا والحمد لله، وهذه معناها حاجه كبيره. تبقى معنا بطبيعة الحال المواد الأولية كتوفى، لازمنا نوفر التمويلات، احنا عندنا الورق باش نبيعوا الورق باش نكملوا الصيانة نتاع بعض المعدات باش نحضروا العودة بالعكس، احنا نحضروا العودة المدرسية العام الجاي بالعكس، لازمنا نعملوا بعض الصيانة وفي نفس الوقت نتعدوا الحلفة. انا عندنا الحلفة كوانتيتي كبيرة أكثر من 9000 طن 9300 طن تقريبا من ورق من الحلفة اللي باش نعمل صيانة كيف بعض المعدات في خط انتاج الحلفة ونشروا الصودا، خاطر الصودا هي تعمل كويسون تاع الحلفة تقع في الصودا. يعني المشكل في الصودا هي هذه هي اللي مش موجودة، الصودا نشروها لازم نشروها، احنا باش نبيعوا الورق نشروا به الصودا، دونك احنا لازمنا شوية وقت باش نبيع الورق ونشروا الصودا، حتى تعمل ابيل دو طلب عروض نشروا الصودا ونتعدوا خط انتاج الحلفه معناها فهمني. اي دونك ما حتى اشكاليه بالعكس. ولا اليوم قلت لي معناها الماليه العموميه والا الدوله هي المطالبه معناها باش توفر الفلوس اللي باش تشريو بها الاعتمادات اللازمه باش تتم الصيانه باش تشريو بها المواد الاوليه، يعني الدوله شنو هي غايبه؟ ما فهمتش شنو المشكل، تفسر لنا اكثر. احنا بالنسبه للورق اللي صنعناه تو تقريبا 1200 طن من الورق حاليا، لحد 1200 طن معناها نجموا نبيعوه مثلا اذا كان نبيعوه بسعر المدع السعر معناها المحدد من الدوله، اي اذا نجموا نوفروا على الاقل زوج 3 مليارات اقل حاجه، نجموا نشرو بهم السودا، تبقى بطبيعه الحال باش نعدوا ملف يتعدى على مجلس الوزراء، باش على اساس اعاده هيكله برنامج اعاده هيكله، وهذا اللي اتفقتوا فيه انتم من الاول سي مجاهد، انتم من الاول كي رجعت الشركه تخدم كان فما اتفاقيات معناها مع سلطه الاشراف، فما برنامج نتاع عمل، اي شنو فما تراجع على الاتفاقيات هذه ولا شنو اللي صار؟ شي وقت قريب استعاد المجلس الجزائري، شي وقت اكثر اقل بضعه ايام ربما كذا استعاد المجلس الجزائري، وعند البرنامج عاد هيك، لان برنامج عاد هيك راه المديونيه نتاع الشركه كبيره، ثم مديونيه ثم معدات باش نعملوا لها
رينوفال الموت تجديد كامل. انا كلفه معناها يعني لهيك كلفه تجديد المعدات مثلا توصل 108 مليار 108 مليار هذه كل دونك. وهذاك علاش احنا وعندنا المديونيه نعملوا دونك المديونيه كيفاش نعملوا عندنا برنامج هذا نتاع كيفاش باش نخلصوا تسديد الديون تسديد الديون باش نعملوا ثم اعداد ولا ثم برنامج كامل مع اخر. وعملنا بلان دافير نتاع المؤسسه باش نخلصوا به المديونيه جوستومون نخلصوا به الدائنين نتاعنا. دونك دونك الدولة ملتزمة بتعهداتها. البرنامج اللي حطيتوه قبل انطلاق والاستئناف نشاط الشركة ماشيين فيه كما يلزم، ولكن فقط تقول لي انه المشكل هو مشكل متاع وقت معناها وقت وقت كل شيء طبعا معناها ياخذ مجراها كبيرين. بالعكس الدولة معناها ملتزمة ملتزمة معناها بالشركة مش دعامة كل شيء بعد شوية وقت أكثر وأقل. والمشكل بتاع الوقت هذا معناه ينجم يهدد الإنتاج وإلا مش لهالدرجة؟ لا لا مش لهالدرجة، احنا عم نقول أمننا العوزة المدرسية رغم ما عم نعمل حاجة ما يخدمش وتم تأمينها. دونك دونك اللي يهمني معناها ثم حتى خطر على الإنتاج. أنا حسب نجموا حتى بالحلفة فقط نخدموا حتى بالحلفة فقط حتى نجم نشر السودة نصبح ناخذ من الحلفة بعد بظرف شهر ماكسيموم نجم تعزين الحلفة ونصدره لبرا. وعندك ديك اليوم موجودة يومين يكلموا فينا ديك اليوم من برا من أوروبا والحلفة موجودة حتى ما غير المواد الأولية الأخرى الحلفة موجودة نجم نتعدوا الحلفة مثلا حتى مش. واضح دونك السيد المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق سي مجاهد البغديري. قلنا انه الانتاج ماهوش مهدد بالصفة اللي قاعدين يدولوا فيها البعض، الاشكال هو متاع وقت فقط، الدولة ملتزمة بتعهداتها وماشي في اعادة الهيكلة في مسألة المستحقات وتسديد الديون ولكن فقط بعض الوقت. شكرا لك سيدي على التوضيحات هذه سي مجاهد البغديري، شكرا جزيلا ليك.